السلام عليكم، حياكم الله جميعا. في درس عالم الخلايا الدرس السابق ماذا تعلمنا؟ تعلمنا باختصار أن جميع المخلوقات الحية تتكون إما من خلية واحدة أو أكثر، وبناء عليه في مخلوقات حية وحيدة الخلية، ما فيها إلا خلية واحدة، مثل إيش؟ مثل البكتيريا. وكذلك في مخلوقات حية عديدة الخلايا، مثل النبات، مثل الحيوان، مثل ماذا؟ مثل الفطريات. ممتاز. اليوم ماذا سوف نتعلم؟ سوف نتعلم أنواع الخلايا زائدا وظائفها. سؤال: بماذا تتميز المخلوقات الحية عديدة الخلايا؟ الجواب: أنها تحتوي على خلايا متخصصة تقوم بوظائف محددة. هذه الخلايا شكلها وحجمها مرتبط بماذا؟ مرتبط بوظيفتها. الآن سوف نتعرف معا على بعض أنواع خلايا جسم الإنسان. نبدأ على بركة الله. 1. الخلية العصبية. الخلية العصبية هذا رقم 1، وهذا نموذج لشكل الخلية العصبية، وهذا نموذج آخر لأنواع مختلفة للخلايا العصبية. إذا رقم 1 الخلية العصبية. رقم 2 الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية وهذا شكل آخر للخلايا الدهنية، والتي تقوم بتخزين ماذا؟ الدهون. رقم 3 يا بطل الخلايا الجلدية. الخلايا الجلدية وهذه نماذج مختلفة للجلد، وش وظيفته؟ فكر معي، خط الدفاع رقم 1 الذي يحمي جسمك. اللي بعده الخلايا العضلية. الخلايا العضلية وهذه نماذج لأشكال الخلية العضلية. ما هي وظيفة الخلايا العضلية؟ ناخذها بعد شوي. اللي بعده الخلايا العظمية. الخلايا العظمية وهذه نماذج مختلفة لأشكال الخلايا العظمية. ما هي وظيفة الخلايا العظمية؟ إذن هذه الخلايا كلها خلايا متخصصة، كل واحدة لها دور محدد. الخلايا العصبية، بماذا تتميز الخلايا العصبية يا بطل؟ فكر معي، وش دورها؟ وش وظيفتها؟ تتميز بطولها وكثرة الزوائد فيها، هذه تسمى بالشجيرات العصبية، مما يسمح لها باستقبال، تستقبل الرسائل، المنبهات، وإرسالها بسرعة. رقم 2 الخلايا الدهنية. من اسمها خلايا الدهنية، إيش بتكون وظيفتها؟ تخزن كميات كبيرة من الدهون، تخزن كميات كبيرة من الدهون. النوع الثالث الخلايا العضلية. الخلايا العضلية التي بواسطتها تستطيع أن تحرك عظامك. إذن خلايا طويلة تحتوي على ألياف قادرة على الانقباض والانبساط، وبالتالي تستطيع أن تحرك العظام. الخلايا العظمية، مما تتكون الخلايا العظمية؟ ليش دائما يقولون لنا اشربوا حليب؟ وش داخل الحليب؟ تتكون الخلايا العظمية من الكالسيوم والفسفور لتعطي الخلية القوة والصلابة، تخلينا أقوياء، تصير قوي يا قوي، فاشرب حليب. طيب الفسفور وش مصادره؟ من وين نجيب الفسفور؟ أنت فكر. الخلايا الجلدية، خط الدفاع الأول الذي يحمي جسمك. إذن خلايا مسطحة ومتراصة لحماية الجسم، تحمي أعضائك الداخلية. وبتدرس بإذن الله بالتفصيل في الصف الثاني المتوسط. وهذا شكل 7. خلايا جسم الإنسان لها أشكال وحجوم مختلفة زي ما أخذناها قبل شوي. مراجعة سريعة، يلا نحل السؤال مع بعض. اكتب المصطلح العلمي
الدال على كل عبارة من العبارات التالية. عندي عدة عبارات: الخلايا الجلدية، الخلايا العضلية، الخلايا الدهنية، الخلايا العظمية، الخلايا العصبية، وعندي مجموعة من العبارات. نبغى نحط الكلمة في المكان المناسب. رقم 1: تتميز بطولها وكثرة الزوائد فيها، مما يسمح لها باستقبال الرسائل وإرسالها بسرعة. مين؟ الخلايا العصبية. إذا نكتب في هذا المكان مقابل العبارة الخلايا العصبية، نكتب الكلمة أو المصطلح المناسب. رقم 2: تخزن كميات كبيرة من الدهون. أي الخلايا تخزن كميات كبيرة من الدهون؟ الجواب الخلايا الدهنية. الجواب الخلايا الدهنية. يلا عليك. رقم 3: خلايا طويلة تحتوي على ألياف قادرة على الانقباض والانبساط. مين هذه؟ مين اللي تنقبض وتنبسط وتحرك العظام؟ يلا يا بطل. الخلايا العضلية. الخلايا العضلية. رقم 4: تتكون من الكالسيوم والفسفور لتعطي الخلية القوة والصلابة. مين؟ الخلايا العظمية. الخلايا العظمية. أخيرا: خلايا مسطحة ومتراصة لحماية الجسم. مين؟ الخلايا الجلدية. الخلايا الجلدية. تقويم: حدد نوع الخلية في الأشكال التالية. عندي مجموعة من الأشكال تمثل خلايا متخصصة. يلا على بركة الله. الشكل رقم 1، هذا الشكل ماذا يمثل؟ يلا أنت فكر، هل هو خلايا جلدية أم تمثل خلايا عضلية أم خلايا دهنية أم خلايا عظمية أم خلايا عصبية؟ يلا يا بطل، مين اللي له شجيرات عصبية؟ لمحت لك خلاص. الجواب خلايا عصبية. خلايا عصبية. نشوف رقم 2، هذه الدبة اللي تخزن الدهون، وش ما هي؟ عبارة عن إيش؟ وش نوعها؟ لمحتك صح؟ خلايا دهنية. رقم 3 اللي سميتوه خشب في الاختبار، قلتوا هذا يشبه الخشب. خلايا قادرة على الانقباض والانبساط وتحرك العظام. ماذا نسميها؟ خلايا عضلية. أحسنتم. يلا يا أبطال، الرابعة: خلايا تتكون من الكالسيوم والفسفور. يلا يا بطل، خلايا عظمية. خلايا عظمية. أخيرا: خلايا متراصة تحمي الأعضاء الداخلية، تحمي الجسم. ماذا نسميه؟ خلايا جلدية. أحسنتم. الثاني من الدرس سوف نتعرف على خلايا النباتات، بعض خلايا النباتات. يلا نبدأ على بركة الله. في البداية سوف نراجع مع بعض أجزاء النبات. ما هي أجزاء النبات؟ ما هي أجزاء النبات؟ 1: الجذور. يا سلام. رقم 2: هذا الشيء ماذا نسميه؟ الساق. رقم 3: هذا الشيء ماذا نسميه؟ الأوراق. إذن عندي جذور، ساق، أوراق. ثم يتكون عندي الأزهار، وأخيرا الثمار. طبعا في درسنا راح نتعرف على خلايا الجذور وخلايا الساق وخلايا الأوراق فقط. يلا يا أبطال، أنواع خلايا النبات التي سوف ندرسها معا. رقم 1: خلايا الأوراق. خلايا الأوراق. رقم 2: خلايا الساق. رقم 3: خلايا الجذور. كل نوع من أنواع هذه الخلايا له وظيفة محددة. له وظيفة ماذا؟ محددة. نبدأ بخلايا الجذور. خلايا الجذور، هذا شكل الجذور. خلاياها تشبه القوالب. وش وظيفتها؟ وش دورها الجذور؟ فكر معي، جذور النباتات وش وظيفتها؟ تقوم بامتصاص الماء والأملاح المعدنية. إذن تمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة. طيب الجذور أيضا وش وظيفتها؟ هذا معلومات، ثقافة، شيء إثرائي. تعمل على تثبيت النبات في التربة، تثبت النباتات في التربة.
بعض أنواع الجذور يخزن الغذاء، بعض أنواع الجذور يخزن الغذاء زي الجزر. هذا بالنسبة لخلايا الجذور، يشبه القوالب، يمتص الماء والأملاح المعدنية من التربة، يعمل على تثبيت النبات في التربة، وبعضها يخزن الطعام. 3 و4 زيادة من عندي. رقم 2 يا أبطال، خلايا الساق. الساق هذا الذي يحمل الأوراق، ما هي خصائصه؟ وش وظيفته الرئيسية؟ يقول لك 1، خلايا طويلة شكلها يشبه الأنابيب، عبارة عن مواصير موجودة داخل النباتات. هذه المواصير، هذه الأنابيب، وش وظيفتها؟ وش دورها؟ تنقل الماء والغذاء داخل النباتات. إذن الوظيفة الرئيسية نقل الماء والغذاء داخل النبات. النوع الثالث يا أبطال، خلايا الأوراق. خلايا الأوراق، خلايا الأوراق تحتوي على إيش؟ على بلاستيدات خضراء. لماذا البلاستيدات الخضراء؟ ما هو دور البلاستيدات الخضراء؟ أخذناها في الدرس السابق. يلا يا بطل فكر معي. تقوم بصنع الغذاء. إذن رقم 2، تقوم تصنع الغذاء عن طريق عملية البناء الضوئي. إذن أين تحدث عملية البناء الضوئي؟ داخل البلاستيدات الخضراء. ماذا تحتاج النباتات؟ أخذناها في الدرس السابق. للقيام بعملية البناء الضوئي تحتاج 3 أشياء. يلا يا بطل ركز معي. 1، أشعة الشمس. رقم 2، ثاني أكسيد الكربون. 3، الماء. إذن هذا الجزء الأول من درس وظائف الخلايا. شكرا لكم يا أبطال، راجعوا الدرس.